السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على دايكسترا الجوريزم. دايكسترا ده اسم الراجل اللي اخترعه. دايكسترا از ا سنجل سورس شورتست باث الجوريزم. ده احنا قلنا يعني المره اللي فاتت، اللي هو ان انا بديك وان سورس نود وعايزك تحسب الشورتست باث لكل النودز التانيين. خلاص، طيب لو انا بطلب منك عكس البروبلم، عايزين نحل السنجل ديستنيشن شورتست باث بروبلم، يعني هديك ديستنيشن وعايز اعرف الكوستس بتاعت كل الناس للديستنيشن دي، تروح عامل ريفرسنج للايدجز، يبقى على طول انت بقيت ايه الحسابات بتاعتك هتيجي من السنجل سورس بتاعك، يعني هتقلب الديستنيشن لسورس. خلاص، في معلومه مهمه جدا لازم تبقى عارفها كبروبرتي في شورتست باث الجوريزمز. ايه هي؟ ان الشورتست باث ما بين اتنين فيرتسيز جواه اذر شورتست باث. يعني ايه؟ تخيل دلوقتي ان احنا عندنا الشورتست باث من 2 ل 7 عباره عن من 2 ل 4 ل 3 ل 8 ل 7. الباص ده معناه ايه؟ معناه ان الشورت استباص من الاربعه للثمانيه هو 4 3 8، والشورت استباص من 2 ل 8 هو 2 4 3 8، والشورت استباص من 4 ل 7 هو 4 3 8 7، وهكذا. وبسبب الفاكت المهمه دي، لما بيبقى معاك سورس بتجيب بيه شورت استباصز لمجموعه من الناس، في واقع الامر السيت اوف الشورت استباصز دي بتكون تري. التري دي بنسميها شورت استباص تري. خلاص، فكر فيها كده. ايه؟ معاك سورس نود وعمال وعنده شورت استباصز من كل نود لنود تانية، شورت استباصز دي في الاخر لازم بتكون عامله تري بس. خلاص، لو احنا معانا جراف فيه ان نودز، يبقى ده يبقى اطول باص لينا هيكون فيه ان ماينس 1 نودز، ولا يبقى الجراف ده فيه سايكل. خلاص، يعني تخيل كده ان الجراف فيه 5 نودز بس، اطول باص هو مثلا ايه فردا يعني من 0 ل 1، من 1 ل 2، من 2 ل 3، 3 ل 4، اطول باص اهو. لكن لو الباص ده فيه كمان نود زياده ان نود، فطبيعي كده، اسف، ان ماينس 1 ايدجز، ان ماينس 1 ايدجز، الايدج بتبقى يعني لو في 1 ايدج يبقى عندنا 2 نود. طيب لو في ايدج كمان زياده، يبقى انت بقى معاك ان بلس 1 نودز، يبقى ديفنتلي في نود اتكررت، يبقى ديفنتلي في سايكل. فطالما احنا بنلف حوالين نفسنا، يبقى اكيد احنا مش في ايه، في شورت ستباس. الشورت ستباس لا بيبقى جواه سايكل، لا بوزيتيف سايكل ولا نيجاتيف سايكل. قلنا المره اللي فاتت ان النيجاتيف سايكل دي سايكل مجموع الايدجز اللي عليها نيجاتيف. طيب، في معلومه مهمه لازم نعرفها، لو في نيجاتيف سايكل، لو في نود، لو في نيجاتيف سايكل سي، وفي عندنا السورس ده بيروح للسايكل، والسايكل بتروح للديستنيشن، يبقى الطريق من الشورت استباص من الستارت للديستنيشن ده بنيجاتيف انفينيتي. يعني ايه نيجاتيف انفينيتي؟ يعني قيمه نيجاتيف كبيره جدا. ليه؟ انت مثلا رحت من نود 0 ل 5، و5 دي بتلف حوالين نفسها بكوست نيجاتيف 10، فكل لفه جواها بنيجاتيف 10، فالشورت سواس عمال يقل يقل يقل، فده انفينيتي. خلاص، الالجوريزمز نوعين، في نوع بيعرف يهندل النيجاتيف سايكل زي فلويد اللي خدناه المره اللي فاتت، وبيلمان فورد، وزي وفي حاجات ما بتعرفش زي دايكستر اللي هنعمله النهارده. خلاص، يبقى شرط علشان نرن دايكستر على الجوريزم ان دايكسترا يكون شغال على نون نيجاتيف ويت جراف، يعني جراف ما فيهوش نيجاتيف ويتس. اخر حاجه معلومه اسمها ريلاكسيشن. يعني ايه ريلاكسيشن؟ المعلومه دي مهمه. تخيل دلوقتي انا بقول لك ايه، ان انا اعرف اروح من الجيزه للهرم في 5 ساعات مثلا، وبعدين اكتشفت ان انا اقدر اعرف مثلا اروح من الجيزه لفيصل في ساعه، ومن الفيصل للهرم في ساعتين، فانا بقول على الطريق من الجيزه لفيصل للهرم ده ريلاكسد باص، باص افضل. خلاص، فبقول ان اذا افضل حاجه ليا ان انا عندي باص الكوست بتاعته ب 3، اللي هو كان عباره عن 1 اور زائد 3 اور. خلاص، فايه هتلاقي دايما عامله حركه تراينجل كده، نود A راح ل B، نود A راح ل B، ونود B راح ل C، ونود A راح ل C، فالكوست بتاعت A C تتقارن بالكوست بتاعت A B C، وبيتشاف مين في الاثنين افضل. خلاص، دي المعلومه بتاعت الريلاكسيشن. دي شويه فاكس مهمه كده مبدئيا. طيب، في شوية حاجات عايزين نتكلم فيهم. الحاجة الأولى، تخيل إن إحنا معانا نون نيجاتيف ويت جراف ده، ومعانا السورس نود لسه في البداية تماما. بقول لك هل نقدر نبيك جاست وان نود، نود واحدة بس، وتقول لي إن أنا دي الشورت استباس بتاعها وأنا متأكد منها؟ هل نقدر نعمل حاجة زي كده؟ يعني تخيل إن ده جراف ومعانا السورس نود بتاعتنا بواحد. بقول لك هل تقدر تختار نود واحدة بس تكون متأكد من الشورت استباس ليها؟ انا ليه هعمل الحكايه دي؟ انا عايز ابروف دايكسترا بس بطريقه بسيطه ابسط من اللي بتبقى مشروحه في الكتب شويه. الاجابه
الاجابه اه، اختار من دايكست من الستارتنج نود دي اقصر ايدج طالع من عندك، وانا بقول لك انا متاكد ان دي الشورت استباص بتاعت النود دي. فواحد طالع منها ايدج ب4 للنود 3، وطالع منها ايدج ب10 للنود 4. انا بدعي ان الشورت استباص من 1 ل 3 الكوست بتاعه 4، وانك لا يمكن تلاقي بعد شويه احسن من كده. ليه؟ البروف ببساطه شديده دلوقتي، مش انا عندي، احنا اتفقنا ان الجراف نون نيجاتيف خلاص، وانا طالع من عندي هنا ايدج ب4 وايدج اكبر من 4. الايدج اللي اكبر من 4 ده لو هيروح للنود دي هيلف مثلا كده، لازم هياخد ايدج ثانيه في الطريق، كوست ثانيه، يبقى ديفينتلي عبال ما هيوصل هيوصل بكوست ايه؟ اكبر من 4. يبقى ديفينتلي يبقى الثلاثه دي عمر ما حد هيوصل لها بكوست اكبر من الايه؟ 4. طب افرض ان الكوستس دي كانت بنيجاتيف، افرض ان دي كانت بنيجاتيف 10 ودي كانت بنيجاتيف 10 ودي كانت بنيجاتيف 10 فرضا يعني، يبقى انا كنت همشي 10 نيجاتيف 10 ادي صفر، ونيجاتيف 10 ونيجاتيف 10، يبقى انا كنت واصل هنا للثلاثه بكام؟ بنيجاتيف 20. يبقى المعلومه اللي انا بقولها دي لا تصح الا لو الجراف ايه؟ الا لو الجراف بوزيتيف او نون نيجاتيف، يعني اصفار وارقام بوزيتيف، علشان ابقى متاكد ان الباص ده اصغر واحد واي حد غيره لازم يزيد عليه. خلاص ادي اول معلومه اتاكدنا منها، اللي هو بيك السمولست ايدج، انا متاكد ان ده شورت استباص للنود دي، بس هي دي المعلومه الوحيده اللي اقدر اجارنتي ليها. المعلومه الثانيه موضوع الريموفال نود، بقول لك ايه، تخيل ان انا عايز امسح نود معينه، بس عندي مشكله مش عايز الجراف يخسر اي انفورميشن بسبب النود دي. خلاص يعني انا عايز امنتين المعلومه بتاعت المعلومات اللي كانت عند النود دي، فانا بقول لك ببساطه شديده ايه، مش النود دي كان داخل لها A edges وخارج منها B edges، فببساطة شديدة شيلها وحط لي في الجراف F B edges، يبقى كده انت ما خسرتش اي معلومة وتخلصت من النود دي. تعال نبص هنا كده، الجراف دوت اهو قصادنا، انا عايز اريموف منه النود 3 خلاص، بس مش عايز اخسر اي معلومة. طب ايه المعلومات اللي عند 3؟ كان عندنا معلومة ان بيخشوا 4 وبيخشوا 5، ومعلومة ان بيخرج منه 2 وبيخرج منه 3، يبقى الراجل ده عنده 2 في 2 معلومة. فأنا بقول لك خلاص شيل النود دي وحط 4 ايدجز بدلها. فأنا هشيلها وأحط ايدج الكوست بتاعها 4 و2 6، وايدج الكوست بتاعها 4 و3 و7، وايدج الكوست بتاعها 5 و2 و7، وايدج الكوست بتاعها 5 و3 8 بالمنظر ده. خلاص؟ يبقى دي الجراف الجديد لو شلنا النود دي. طيب أنا بقول لك إن إحنا في ريلاكسيشن، في ريلاكسيشن جراف، فلو احنا كيرنج بس بالشورت استباص، فانا عندي طريق من 1 ل 4 ب 10 وطريق من 1 ل 6 ب 6 من 4 ب 6، فسيبك من الطريق بال 10 ده، هو معنى الطريق بال 6 ده. يبقى احنا كده فور شورت استباص بروبلم شلنا النود 3 دي وما خسرناش ولا معلومه عن الايه؟ الشورت استباص. ولو بصيت فوق كده الشورت استباص من 4 كان بكام؟ ب 6، ادي ال 6 اهي. الشورت استباص من ال 2 ل 5 كان بكام؟ ما كانش معرف فوق دايركتلي، بس بعد ما شلنا النود دي بقى معرف دايركتلي بكام؟ ب 8. كده احنا عرفنا ازاي نشيل ايه؟ ازاي نشيل شورت استباص، ازاي نشيل سيره النود. طيب افرض ان انا كيرنج بس بالانفورميشن بالنسبه لوان نود بس، يعني افرض عندي سورس نود بس انا مهتم بيها بس، يبقى خلاص ما تشغلش بالك غير باللي طالعين من عنده بس، يعني عندك واحد بس انا مهتم بيه، ما تشغلش بالك بالايه؟ باللي خارج. يعني لو انا هبقى هنا فانا مش لو سي ان الواحد ده هو السورس نود بتاعي وجيت اشيل الثلاثه، خلاص جيت اشيل الايه؟ جيت اشيل الثلاثة، أنا مش هبقى مهتم بالاثنين دي، خلاص؟ يعني مش هضيف ليها اثنين ايدجز، لا كل الحكاية إن أنا هضيف بس الايدج بتاع الستة والايدج بتاع السبعة، لأن أنا مش فارق معايا غير علاقة دوت ببقية الناس. فالمعلومة بتاعت الاثنين داخلة هنا والداخلة هنا دي مش فارقة إيه؟ مش فارقة معايا إطلاقًا، خلاص كده؟ الألجوريزم بتاع دايكسترا عبارة عن الخطوتين اللي إحنا عملناهم دول بالظبط. الفكرة مفاداها إيه؟ معاك جراف، امسك الجراف ده وهات لي وان نود انت متاكد منها انها شورت استباص، خلاص جبنا اصغر ايدج، وبعدين امسح النود دي وابديت الجراف بحيث انه ما يمسش اي انفورميشن، ابديتنا الجراف. الجراف الجديد ده عباره عن ايه؟ عباره عن جراف في ان ماينس 1 نود، يعني بروبلم اصغر، سب بروبلم اصغر من البروبلم الاصليه، وفي نفس الوقت بيكونتين كل الانفورميشن اللي احنا عايزينها. ببساطة شديدة اعمل نفس الاوبريشن على الجراف ده، هتجيب انذر نود وشيلها، اعمل نفس الاوبريشن هتجيب انذر نود. خلاص عرفنا ليه البروف بتاعه ببساطة. البروف في الكتب يعني بيبص للموضوع بمنظور تاني، بس هي الفكرة ببساطة ان احنا حولنا البروبلم
لا another sub problem اصغر منها finding shortest path فيها still valid لان احنا ابديتنا بكل المعلومات ومعانا حاليا 1 edge معانا 1 نود عرفنا shortest path ليها والان ماينس 1 نودز الباقيين هيجيب لهم n consecutive shortest path. فدايكستر الجوريزم بالطريقه البسيطه بيقول لك ايه؟ as long as ان احنا في نودز لسه في الجراف بيك نود ما حدش عمل لها فيزيتنج واعمل ريلاكس للجراف عن طريق النود دي اللي هو ضيف البي ايدجز اللي كنا بنتكلم عنهم دول. الحركه بتاعت الريلاكسيشن دي هتبقى بالظبط ثيريتيكالي كاننا بنعمل ايه؟ بنعمل ريموف للنود. خلاص كده؟ لو انا عايز يعني از اكزامبل كده هبص هنا شايف الجراف دوت سي ان الستارتنج نود بتاعتي هي ايه؟ النود بتاعتي بواحد. خلاص؟ وكلهم انفينيتيز كده زي ما انت شايف، معناها ان احنا ما نعرفش اي حاجه عنهم. بما اننا مهتمين بعلاقه النود دي ببقيه النودز كلها فاحنا مش محتاجين قوي الجراف قد ما احنا محتاجين وان لينير اري بيقول لي الشورتست باث سو فار من النود الستارت لبقيه النودز قد ايه. فانيشالي من السورس للسورس بصفر وبقيه الناس كلها بانفينيتي. خلاص؟ انيشالي كده السورس بيدخل النيبرز بتوعه، بيدخل النود 2 ب 7 والنود 3 ب 9 والنود 6 بكام؟ ب 14. دلوقتي بقى يلا نعمل الخطوتين بتوعنا باستمرار. عايزين نبيك نود نبقى متاكدين ان الشورتست باث بتاعها اقل ما يمكن. هنبيك الايدج اللي اقل قيمه اللي هو بكام؟ ب 7. لان هنا 7 و9 و14 ما نعرفش اي حاجه عن بقيه الجراف. خلاص؟ لما نبيك السبعه انا متاكد ان الشورتست باث من الواحد للاثنين بسبعه، مفيش حاجه احسن من كده. قبل ما تشيل الاثنين دي او تعلمها فيزيتد هنبتدي نضيف المعلومات اللي عندها، عندها كام معلومه؟ معلومتين من 2 ل 3 ب 10 ومن 2 ل 4 ب 15. يبقى انا كده عندي معلومه جديده ان من 1 ل 2 ل 3 ب 17. من 1 لل 2 لل 4 بكام؟ ب 22. طيب استنى، من 1 لل 3 ب 9 ومن 1 لل 3 من هنا ب 17، ايه الاحسن؟ الاحسن من 1 لل 9. طيب ومن 1 لل 4 بكام؟ انيشالي بانفينيتي ودلوقتي بكام؟ ب 22. يبقى انا بقى عندي ايدج جديد تخيلوا كده اترسم من 1 لل 4 ال 4 الكوست بتاعته بكام؟ ب 22. بعد كده اختار تاني اصغر نود، عندي ايدج ب 14، ايدج ب 9 وايدج بكام؟ ب 22. من الافضل؟ الافضل الثلاثه. خلاص؟ يبقى انا متاكد ان تاني شورت استباس عندي الكوست بتاعته بكام؟ ب 9 اللي هو 3. امسح الثلاثه، استنى الثلاثه عندها كام معلومه؟ معلومتين، من الثلاثه لاربعه ب 11 ومن الثلاثه للسته بكام؟ ب 2. ثواني بقى. يبقى عندي من 1 ل 9 ل 11 بكام؟ ب 20. ومن الواحد للاربعة كان بكام؟ ب 22. يبقى انا بقى عندي طريق جديد ريلاكسد من واحد لاربعة ب 20. وهنا عندي طريق من الواحد للستة ب 14 وطريق من الواحد للتسعة ومن التسعة للواحد للتلاتة ب 9 ومن التلاتة للاتنين ب 11. يبقى عندي بدال هنا 14 لا كوست جديدة بكام؟ كوست جديدة ب 11 وهكذا. فدي ده يعني انيميشن كده انيشال حدد السبعة هنا وهنا 9 وهنا 14 عن طريق بيكنج الزيرو. بعد كده الواحد كده خلص راح يجيب السبعه لاحسن حاجه، ابديت الناحيه دي ما نفعش، ابديت الناحيه دي جاب ب 22. بعد كده الثلاثه اختارها عندها ريلاكسد اللي هنا ل 20 وهنا ريلاكسنج بكام؟ ب 14 وهكذا. يبقى الثلاثه كده خلصت. مين بعد كده اسرع حاجه؟ اسرع حاجه بعد كده هي السته، يا ريلاكس سته في الايدج دي بس وهكذا. فالالجوريزم عباره عن سيكويشنال ستيب، كل مره بيبيك فيهم نود ويريلاكس بيها، يبيك نود ويريلاكس بيها. خلاص؟ الامبلمنتيشن بتاع دايكسترا على حسب، لو هتمبلمنته على ادجيسنسي ماتريكس فده بيتعمل في ان سكوير، هتمبلمنته على ادجيسنسي ليست ده بيتعمل في ان لوج ان. الكود بتاعنا بالبساطه دي، معانا ادجيسنسي ماتريكس والسورس والديستنيشن لو انت عايز. خلاص؟ همنتين فيزيتد اري عشان نعرف مين النودز اللي اتمسحت او اتاخدت ومين اللي لا، وهمنتين ديستنيشن اري ونحط انيشال الفاليوز اللي فيه بانفينيتي، او او دي قيمه مثلا كبيره زي 1 اي تو 8. ماشي؟ وبعدين الديستنيشن دوت علشان زي ما قلت لك احنا طول الوقت عايزين علاقه النود ببقيه النودز، يعني علاقه السورس ببقيه النودز. لو احنا محتاجين علاقه كل النودز ببعض هنحتاج 2 دي اري، بس بما اني محتاج علاقه النودز بس محتاج ايه؟ الديستنيشن. البريفيوس ده كل ما هابديت باث هعلم في البريفيوس عشان ده بيساعدني ان انا احسب الباث بعد كده لو قلت لي عايز اعرض الباث من السورس الخامسه مثلا فعلا. انيشيالي بنعلم السورس نود بصفر، يعني بقول له المسافه ليها بصفر. ليه بعمل كده؟ بخليه يجيبها اول نود من نفسه. كل مره الالجوريزم بيعمل خطوتين، بيعرف عنده بيحاول يبيك النود اللي ليها اقل قيمه ويقول لي ايه الاندكس بتاعها، فبيعدي على كل النودز يقول له لو هي مش فيزيتد
والديستانس ليها اقل من الفاليو هتهالي. خلاص بيعمل الكلام ده يعني، بيعدي بيك النون فيزيتد نود بعد ما يخلص، بيقول له لو الاندكس بماينس 1 يبقى احنا ما عرفناش نختار حاجه ثانيه، او وصلت للديستنيشن اوقف مش عايزين حاجه ثانيه. غير كده علم النود دي على انها فيزيتد او ديليتد، وبعدين اعمل ريلاكسنج بيها للبي ايدجز اللي حكينا عنه، بيعدي على كل النودز يقول له ايه لو الديستانس سو فار للنود دي احسن من الديستانس للنود اللي اخترناه زائد الادجسنسي ماتريكس منها للنود، لو ده حصل حطها لي. تاني تعالى كده نبص على الجراف، انا واقف مثلا هنا اهو وعارف ان من اخترنا نود 2، فبقول له ايه هو من الواحد للتلاتة بكام، بيقول لي مثلا بقول له ايه، بيقول لي هو من الواحد للتلاتة بكام، بتسعة. طيب ومن الواحد للاتنين واتنين لاربعة بكام، بآسف انا غلطت، من واحد لاربعة بكام، لا اهي من واحد لتلاتة بتسعة، ومن الواحد لاتنين بسبعة، ومن اتنين لتلاتة بعشر، يبقى 17 احلى ولا تسعة؟ لا التسعة احلى. طب بعد شوية من واحد لاربعة بكام، بانفينيتي. طب انفينيتي احسن اللي هو قيمة كبيرة، ولا من الواحد لاتنين زائد من اتنين لاربعة؟ لا السبعة زائد 15 احسن. فهو ده اللي بيعمله طول الوقت، بيقارن اللي موجود عنده زائد القيمتين دول، لو طلع القيمة دي اكبر يبقى ايه بيريلاكس عن طريق انه ياخد النود دي هنا اهو ويقول له ايه، بيقول له البريفيوس بتاع النود دي هو الاندكس ده. خلاص يعني بيجي يقول له كده، بيقول له شايف أربعة دي البريفيوس ليها كان اتنين، واتنين معروف ان البريفيوس ليها كان واحد، فلما تيجي تقول لي هات الباص من واحد لأربعة يقول لك أربعة، هات البريفيوس يبقى اتنين، هات البريفيوس يبقى واحد، وهكذا. ده الامبلمنتيشن بتاع دايكسترا الان سكوير. طيب لو احنا عايزين نقلب الامبلمنتيشن ده لان لوج ان، عندنا مشكلتين. اولا الهوايل دي شغاله ان من المرات، عندنا هنا لوب ان من المرات ولوب ان من المرات. لو اللوب ده اشتغل على ادجستنسي ليست يبقى احنا خلصنا من المسافه دي. طيب واللوب دوت، اللوب ده بيحاول يختار نود مش فيزيتد والكوست ليها اقل ما يمكن، نود مش فيزيتد والكوست ليها اقل ما يمكن. ازاي ممكن نمبلمنت حاجه زي كده؟ ممكن نمبلمنت ده عن طريق بريوريتي كيو، اللي هو بيبقى بنحط فيه لوج ان ونجيب فيه بلوج ان، بحيث ان انا وانا شغال اقدر طول الوقت اقول له ايه هات لي نود من عندك، فهو هيجيبها لي في قد ايه، هيجيبها لي في لوج ان بدل ما انا بجيبها في ايه في ان لوج ان. وتحت هنا كل ما نلاقي نود جديده هبشها وبايه، هبشها بلوج ان. خلاص كده فامبلمنتيشن بتاع حاجه زي كده. هنحتاج نعرف عندنا استراكت اسمه ايدج، الايدج ده فيه فروم وتو وفيه كوست وفيه اوبريتور اصغر من، علشان نرتب الايدجز جوه البريورتي كيو. البريورتي كيو بيرتب على الاكبر منه، فبنحتاج ايه نعكس ومش عارف ايه عشان يعرف يجيب لنا على الاصغر. نفس الديفينيشنز اللي عملناها قبل كده، والبريورتي كيو اهو، وبنبتدي نحط في البريورتي كيو انيشالي اول نود، بقول له ايه الفروم نيجاتيف 1 يعني ما عندناش فروم، التو هو السورس بتاعك، والكوست سو فار صفر، خلاص مجرد انيشال فاليو. كل مره بقول له من الكيو لو سمحت يا كيو هات لي اصغر ايدج، هات لي اصغر ايدج، فبيروح يجيب لي ايدج في لوج ان. بقول له ايه انا اقدر استخدم الديستانس ده كفيستنج اري، بقول له ايه، بقول له لو الويت بتاع الايدج دي اكبر من الديستانس بتاعي سو فار كونتينيو. الجمله دي معناها ايه؟ انا دلوقتي عمال ابص في الكيو ايدجز زي ما نشوف تحت هنا، فجيت علينا لحظه بشينا مثلا ان احنا عرفنا نوصل للنوت 5 بكوست 10، بعد شويه عملنا بوش ان احنا وصلنا للنوت 5 بكوست 7، فطلعنا 7 وعملنا لها بروسيسنج، بعد شويه جت 5 تاني بس بالكوست 10، فبقول له استنى بقى انا بدخل ايدجز كتيره، فقبل ما استخدمك لازم اتاكد انك انت احسن من حاجه كانت عندي قبل كده، لو انت مش احسن من حاجه عندي قبل كده ما يلزمنيش. خلاص لو مش عايز السطر ده ممكن تستخدم الفيستد اري عادي خالص، يعني تعمل فيزيتد اري في اي ده اللي هو فيكتور اوف انتجر، تعمل فيزيتد اري وكل ما تبروسس نود تعمل لها ايه تشيلها من المكان ده، ومجرد ما انك تخش في السطر ده معناه ان احنا عملنا بيكنج ال1 شورت استباس ايدج، فاحنا متاكدين منها. بنعمل نفس الحركه بتاعت البريفيوس اري، بقول له ايه الايدج دي ليها فروم وليها تو، فخلي لي ان التو بتاعها البريفيوس بتاعه كان الفروم اللي جايه لي منه، وبعدين ببتدي امسك التو بتاع الايدج وعدي على adjacency list 3 بتاعته. فوق كنا بنعدي بلوب على عليهم كلهم، دلوقتي اعدي بس على مين ال adjacency list بتاعتي، هجيب ال edge دي واعمل نفس الريلاكسيشن بتاعي، اقول له ايه
لو الـ لو الـ الـ النيو ايدج اللي عندي فوق دي، لو الـ لو الكوست بتاعتي للتو اكبر من الفروم زائد الويت، انا معايا فروم اهو وهحط عليه الايدج اللي طالع منه، يبقى انا كده واصل لحد مين؟ واصل لحد التو. بقول له لو حصل ريلاكسيشن لو سمحت اعمل لي ايدج جديده وبوشها لي فين، واعملها لي بوشنج في الايه، في الكيو. ممكن الكود ده يبقى صعب شويه، بس انت محتاج تمسك ورقه وقلم وتقعد تتريسه. الاوردر بتاع الكود ده كام؟ اي لوج في. خلاص، في مسائل كتير دايكستر ده هو اللي بينفع، الاي لوج في. بس اخر حاجه اقول لك عليها، ان في مسائل كتير بقى الجراف فيها بيبقى من نوع الدايناميك، يعني انت اساسا معكش الجراف، مثلا معاك ميز كبيره جدا، مثلا ميز 1000 في 1000، وانت تعرف تتحرك للاربعه نيبرز بتوعك، يبقى انت عندك مليون نود وكل نود عندها اربعه ايدجز. فاللي بيحصل ان احنا بنحط الستارت نود هنا ودايناميكلي بنعدي، بدل ما بنعمل بقى ريب على ادجسنسي، لا بدايناميكلي بنجنريت الايه؟ بنجنريت الادجسنسي ليست بتاعتنا. فخلي بالك ان الكود ده مهم علشان بيساعدك كتير في انك انت ايه؟ في انك انت تجنريت في المسائل اللي بنحتاج فيها الجنريت الجراف ده. بس خلاص، هاف لوك كده على الكتاب زي انتروداكشن تو الجوريزمز، بص على البروف اللي فيه عشان هتلاقيه بيتكلم بايه؟ بمنظور مختلف. سلام عليكم.